أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. ووصفة مميزة لعشاق الباربيكيو والمشاوي والكفتة والكباب. اليوم أنا حقدم لكم طريقة كتير لذيذة لتجهيز الكباب التركي. خلينا نشوف مع بعض المكونات. نبتدي أعزائي المشاهدين بتجهيز اللحم، وأنا عم بفرم اللحم حبتدي أضيف فصوص الثوم، حوالي فصين ثوم، وحضيف بصلة مقطعة إلى أرباع لتسهيل الشغل. بس أعزائي المشاهدين، هلأ نشوف خطوتنا التالية. زي ما قلنا، إضافة البهارات وتبقى شوي مشططة. عندي الكزبرة وعندي الحار، هذا شطة حقيقية، يعني إشي بيحرق. البهار مشكل، وعندي البابريكا، وحضيف الملح. وهلأ نتكلم عن طريقة التشكيل. ما ححط لسه إيدي في اللحم، في اشي تاني بدي اجهزه. حاخد طبق صغير هيك المقاس، وحاخد شرائح من البصل، كمية هذه معقولة. حضيف عليهم شوية خل، ما عندي عيار هون، حسب يعني اللي بتلاقوه مناسب. حضيف عليهم شوية ملح، وابتدي افرك البصل مع الخل عشان يطلع ميته ويطلع النكهة الطيبة للبصل. لاحظوا هالخطوة اللي عم بعملها. اوكي، حضيف عليهم مي، مش كتير، يفضل المي تبقى ساعة شوي، المي عندي باردة. هاي الخلطة حشكل فيها الكباب. حبتدي أعزائي المشاهدين هلأ أحط إيدي في اللحم ونشوف طريقة الدعك الممتازة. لازم أدعك بكل قوة. هذه الخبطة اللي أنا بعملها كتير مهمة، قد ما فيكم اعملوا هذه المرحلة. نبتدي أعزائي المشاهدين تشكيل الكباب. باخد كمية، حبتدي أشكله بهالطريقة. أوكي، ما أعطيته لسه شكل. إيدي الشمال على طول بحطها في خليط البصل اللي جهزناه، وأبتدي أسقي اللحم وأنا بشكله. تاني بالبصل والخل، وأبتدي أشكل بهالشكل هذا. حاعطيها هلأ الطول اللي أنا بدي إياه. وأبتدي أعمل له زي زخرفة بسيطة. الزخرفة هذه كتير مهمة للشوي عشان نشوى بكفاءة. أضغط عليه بهالشكل هذا. هلأ أعزائي المشاهدين بكمل تشكيل كمية الكباب اللي عندي، ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين، لشوي الكباب بحتاج قلاية الشوي، وممكن أستعمل على فكرة القلاية العادية إذا حبيته، إذا متوفرة يعني. وحبتدي أحط أصابع الكباب بهالشكل. حنتظر لثواني بسيطة أثناء ما الكباب عم ينشوى. حامل خطوة كتير مهمة، تتذكروا قلنا إحنا في عنا الخلطة اللي كنا بنتبل فيها الكباب. هلأ أنا حشيل البصل، ممكن نحتاج طبق ثاني. حصفي المي هذه، حضيف لها شوية زيت زيتون، حضيف لها شوية بابريكا وشوية شطة وشوية ملح. صار عندي زي صوص كتير مميز وحار جدا، خلوا بالكم. باخد الصوص اللي عملته وابتدي اوزع على الكباب.
لاحظوا الريحة هلأ وجمال الشكل والتحمير. والكباب أصبح عندي جاهز، أتمنى إنكم تجربوه. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.